إنهم أحياء. إيلوي، إنها إيلوي، يمكنك رؤيتها. حسبناك سقطت عند النتوء. لا، سقط النتوء فوقي، لم يتبقى الكثير من الوقت، علي مواجهة حادث. ليس وحدك. إنه قتالي، لن أطلب منك مرافقتي. كنا على وشك التسلق، صحيح؟ نعم. صقر وطير، فلنذهب. سأملأ ذخيرتي، آخر فرصة. Yeah!
تهديد النظام وجيك. لا أكثر من تهديد. مفتاح التجاوز المسلح للتفعيل. أدخل الاسم والرتبة. إليزابيث سوبك ألفا برايم. تم تفعيل مفتاح التجاوز. بروتوكول عملية تطهير الانقراض. حسناً يا جايا، آسفة على المقاطعة. ماذا كنت أقول؟ كنت تحكين قصة. أجل، إذن كما كنت أقول، كانت حقيبة أطفال واخترقتها للوصول إلى بطارية ذاتية وطاقة شمسية، لذا احترق العشب، وكذلك شجرة الصنوبر الطويلة التي كانت هناك. لا أعلم، ربما منذ مئات السنين. سؤال، كم كان عمرك؟ 6. والدتي كانت بالمنزل لحسن الحظ، فاتصلت بقسم إطفاء الحرائق، ثم أخذتني خارجاً لأرى البستان وما به من جثث الطيور، حيث العشش في شجر الصنوبر. سؤال، بما شعرت؟ لست واثقة. أتذكر صراخي عن عدم اهتمامي، وعندها وضعت والدتي يدها على وجهي وقالت. سؤال، ماذا قالت؟ قالت إنه علي أن أهتم. إنها قالت: يا إليزابيث، لن يجدي ذكاؤك نفعاً طالما أنك لا تنفعين العالم. عليك أن تستغلي ذكاءك في الخير لإنقاذ الحياة وليس للموت. تخبرين قصصاً عن والدتك وأنت لم تنجبي. لم يسمح لي الوقت. أعتقد أن ذلك أفضل. لو أنجبت يا إليزابيث، ماذا كنت ستتمنين له أو لها؟ أعتقد كنت أودها أن تكون فضولية
وعنيدة ولا يوقفها شيء، ولكن لديها العاطفة التي تصلح العالم ولو قليلا. على أي حال، هذا ما لدي يا جايا. حان وقت النوم. نوما هنيئا يا إليزابيث. شكرا لك، سأحادثك غدا. مرحبا يا صديقي، هل تذكرني؟ ما زال لدينا الكثير لمناقشته، الكثير لم تخبره بعد. زعماؤك مثلا الذين أرسلوا إشارة إيقاف. المعرفة كنز لا يفنى، ليس كذلك؟ حسنا فلنبدأ.